আল্লাহু আকবার। আজকে আমরা শিখব জোহরের নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যালি। জোহরের নামাজ মোট 12 রাকাত। প্রথমে 4 রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়ার পরে 4 রাকাত ফরজ নামাজ পড়তে হবে, এরপর 2 রাকাত সুন্নাত নামাজ, এরপর 2 রাকাত নফল নামাজ, শেষ 2 রাকাত নফল নামাজ চাইলে আপনি পড়তে পারেন, চাইলে ছেড়ে দিতে পারেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পড়েছেন, কখনো ছেড়ে দিয়েছেন। তো প্রথমে আমাদের 4 রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজ আদায়ের জন্য নিয়ত করতে হবে এভাবে, আমি কিবলামুখী হয়ে জোহরের 4 রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি। কথাটা অন্তরে সংকল্প করলে অথবা মুখে উচ্চারণ করলে নামাজের নিয়ত হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا عبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এত সময় ধরে আমরা শিখলাম জোহরের 4 রাকাত সুন্নাত নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয়। আপনি যদি ভিডিওটি খুব খেয়াল দিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন সুন্নাত নামাজের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে একটি কিরাত মেলানো হয়েছে বা একটি সূরা মেলানো হয়েছে। এখন আমরা আদায় করব 4 রাকাত ফরজ নামাজ। 4 রাকাত ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে প্রথম 2 রাকাতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মেলাতে হবে এবং দ্বিতীয় 2 রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কিভাবে কি করতে হবে চলুন প্র্যাকটিক্যালি দেখে নেই। জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য প্রথমে নিয়ত করতে হবে। আমি কিবলামুখী হয়ে জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি। কথাটা মনে মনে অথবা মুখে বললে নিয়ত হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه
كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
তাহলে সুপ্রিয় দর্শক, আমরা প্রথমে জোহরের চার রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়েছি, এরপর জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়লাম, এখন আমরা জোহরের দু রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়ব। এই দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায়ের জন্য প্রথমে নিয়ত করতে হবে। আমি কিবলামুখী হয়ে জোহরের দু রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায়ের নিয়ত করলাম। এতটুকু কথা মুখে মুখে অথবা মনে মনে আনলেই নিয়ত হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার, সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. তাহলে সুপ্রিয় দর্শক, জোহরের নামাজের প্রথমে আমরা পড়েছি চার রাকাত সুন্নাত নামাজ, পরে পড়েছি চার রাকাত ফরজ নামাজ, এরপর পড়েছি দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ, এখন বাকি থাকে আর দুই রাকাত। এই দুই রাকাত হলো নফল নামাজ, আপনি চাইলে পড়তে পারেন, চাইলে ছেড়ে দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে পড়েছেন। তাহলে সুপ্রিয় দর্শক, মোট জোহরের নামাজ মূলত দশ রাকাত, দুই রাকাত বাড়তি নফল নামাজ। এই দুই রাকাত যদি আপনি পড়তে চান তাহলে নিয়ত এভাবে করবেন, আমি কিবলামুখী হয়ে দু রাকাত নফল নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি। এতটুকু কথা মনে মনে আনলেই নিয়ত হয়ে যাবে। এখন কথা হচ্ছে এই নামাজ কিভাবে আদায় করব। আপনি যদি জোহরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ, যেটা লাস্টে দেখানো হয়েছে, এই নামাজ ভালোভাবে দেখে থাকেন, একেবারেই একই রকম শুধুমাত্র নিয়তটা করবেন, আমি কিবলামুখে হয়ে দু রাকাত নফল নামাজ আদায়ের নিয়ত করছি, আর হুবাহু সব একই রকম। তো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজ এ পর্যন্ত। আজ সম্পূর্ণ জোহরের নামাজ শিক্ষা ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আমি ছিলাম হাফেজ মাওলানা সাব্বির হোসাইন, আপনি দেখছিলেন বাহক টিভি। এখনও যদি ভিডিওতে লাইক না দিয়ে থাকেন তাহলে একটি লাইক করে দিবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যান্য ভাই বোনদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ। বাহক টিভি।